ما يمكنش واحد تيوزن 90 كيلو وهو فيه متر وستين القدم ديالو ولا الرجل ديالو ما غادي تحس حتى بحاجه، ما يمكنش هادي سي با بوسيبل. حاجه اخرى عاوتاني اللي خاصنا ننتبهوا ليها وهو الحذاء، اشنو تنلبسوا في رجلينا، هذه عاوتاني حاجه مهمه بزاف، لان بزاف ديال المشاكل كنوليو ناتجه على هاد اكزاكتومون النتيجه ديالها هو نوعيه الحذاء فهمتي اللي تنلبسوا. فمثلا ديك الصنداله ديال الصبع هذه غادي يمكن لينا بيان سور نديروا لها حلقه خاصه بالنسبه فوالا، هذيك مثلا ديك الصنداله ديال الصبع هذه كتخلق مشاكل وف ملي تيسخن الحال اولا في بعض المناطق اللي هي سخونه يعني بريسك طول العام الناس كتعزيز عليها هذيك الصنداله، هي مريحه كتجيهم سهله بلا تقاشر بلا والو، ولكن ملي كتولي كتمشي بها واحد المسافه كتولي كتوقفي بها في الكوزينه بالسوايع كتولي تنزلي وتطلعي في الدروج بها، كيفاش بغيتي هذيك الصنداله ما تخلق لك حتى شي حاجه ولا بدا تخلق لك شي حاجه.